السلام عليكم قناة الدار، معكم هجبة جماع حكمة كرة القدم. احنا الحمد لله فرحانين في التظاهرة، مشاركة في التظاهرة هذا، واننا نحكموا مباراة من نوع خاص اللي هي مباراة ديال فئة خاصة اللي هي فئة المبطورين، كرة القدم المبطورين. الحمد لله خدينا تكوين في هذا المجال هذا، وشاركت الحمد لله في التكوين اللي تنظم من الاتحاد الدولي لكرة القدم المبطورين بتنزانيا في ديسمبر 2021، وحكمت مقابلة دولية ولله الحمد اللي كانت صراحة تجربة مميزة بالنسبة لي. وحنا دابا في اطوار البطوله الوطنيه، وكنتمنوا ان شاء الله كل شيء يدوز مزيان ونستمروا في هذا الميدان هذا، ونجتهدوا اكثر ونكونوا عند حسن الظن ديال الجامعه الملكيه للاشخاص في وضعيه اعاقه اللي عطتنا الفرصه هذه. وكنشكروا جميع الاطر والعناصر ديال الجامعه اللي ساندوني في جميع المراحل ديال التكوين ديالي، وشكرا لقناه الدار. العراقيل الحمد لله انا ما عنديش شي عراقيل، ما عمري لقيت شي عراقيل بحكم انني ديجا قديمه في الدومين ديال الرياضه. وقبل ما ندير كره القدم او لا تحكيم كره القدم، كنت كنمارس رياضات اخرين بحال التيكواندو، كره السله، اضافه الى انني استاذه ديال التربيه البدنيه. وكما قلت لك الدومين ديالي الحمد لله ما عمري لقيت فيه اشكال، خصوصا ملي كيكون الانسان واثق من نفسه، عارف الهدف ديالو، وكيخدم وكيجتهد وكيحاول دائما يتعلم باش يطور من المستوى تاعو. عندي اجازه في القانون الخاص بالنسبه كعامل، كنعمل كاستاذه التربيه البدنيه، اضافه الى انني مدربه ديال اللياقه البدنيه والميسكولاسيون كمال الاجسام. المهم هوايات متعدده، وكنمارس كتعرف استاذ التربيه البدنيه مولي مجموعه ديال المجالات. كاس العرش التحكيم كان حاضر بقوه، سخت التحكيم النسوي، تبارك الله الحكمه كانت في المستوى، وحنا دائما تنفرحوا ملي تكون يعني تيكون العنصر النسوي بحاله بحال كما كنقولوا بحال الذكور. الحمد لله المقابله كانت مزيانه، وبالنسبه لي كانت تحكيم وميدان صراحه مميز. كنشجع جميع البنات اللي عندهم اراده وراغبين في هذا المجال هذا انهم يتواصلوا مع العصب الجهويه، وان شاء الله تنتمنوا يزيد التحكيم المغربي النسوي يزيد لقدام، وعلاش لا يكونوا اشخاص اخرين ولا حكمات اخرين معنا في هذا الميدان ديال كره القدم المبطورين. بالنسبه للحكمه محجوبه جمعه هي حكمه وطنيه، وشاركت مع المنتخب ديالنا منتخب مبطور الاطراف بتنزانيا، يعني مشاركة في كأس إفريقيا واللي من خلاله تأهلوا لكأس العالم بتركيا، وهي بنت أكادير، وكان نرحبوا بها دائما، وكتشرف المرأة السوسية بالخصوص والمغربية على العموم، وكنتمنى لها التوفيق إن شاء الله والنجاح. بالنسبة للحكمة، الحكمة محجوبة، يعني هذه الدورة الثانية اللي غادي تحكم لنا، وزعما كيما زوين هو هذاك في المستوى، وكنتمنوا لهم التوفيق ان شاء الله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.